مساء الخير للمشاهدين. في السعودية نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في مدينة الرياض في زراعة بطانة قرنية لمريض سعودي يعاني من ضعف شديد في البصر، وذلك بتقنية PDEK والتي تطبق لأول مرة في المملكة وتعد من أحدث التقنيات لعمليات زراعة بطانة القرنية في العالم. وتتميز التقنية في مجال طب العيون بسرعة استعادة وضوح الرؤية للمريض وإمكانية استخدام بطانة القرنية من متبرعين لأعمار أقل من 50 سنة مقارنة بالتقنيات الأخرى، ويستفيد من هذه التقنية المرضى المصابين بضعف وظائف بطانة القرنية.